في افتتاح الدوري العراقي اللي صار في محافظة دهوك، كرة الدوري اللي قرر انه الاتحاد يتعاقد مع هذه الشركة لتزويده بكرة الدوري وتم اعتماده بالدوري العراقي، هبطت لأول مرة في العراق طائرة هليكوبتر تهبط في ملعب المباراة لتسلم كرة الافتتاح لدوري نجوم العراق في ملعب نادي دهوك. هبطت الطائرة لتسليم الكرة، خلينا نشوف. هناك العديد من الأشياء الجميلة التي حصلت في الافتتاح، ولكن الشغلة الأبرز اللي هي خربت كل شيء هو ملعب المباراة، أرضية ملعب المباراة اللي كانت سيئة إلى أبعد الحدود. لذلك إدارة نادي دهوك أصدرت بيان إنه يابه راح يساعدون إقليم حكومة إقليم كردستان، أمرونا بتبديل الأرضية وراح يزودونا بفلوس تبديل الأرضية. شيكم وياي شي طق الطق مثل ما قالوا، زين ما بيها حل شو اسمه. فأرضية ملعب نادي دهوك راح تتغير بعد ما صارت الفضيحة والكارثة بالافتتاح، زين ومثل ما شفتوا كل شيء كان مرتب وحلو إلا أرضية الملعب كانت سيئة جدا، يعني لدرجة إنه مصابغيها اللاعبين يا هاليو قاعد يصر خضر، عبالك دول الهالك وربعه، زين كلها مصبوغه.